أريد أن أشير وأنه العامل الجغرافي والطبيعي يحدد بصفة كبيرة ويعطي فرصة كبيرة للنجاحات الأمنية. احنا نعرف وأنه جهة قفصة هي امتداد بالأساس، أو جبال قفصة بالأحرى هي امتداد لسلسلة جبال الشعامبي، لكن مع فارق أنه جبال الشعامبي تغطيها غابة كثيفة وكثيفة جدا، فهمتني؟ التضاريس تحكم المنطقة المقابلة في قفصة، صحيح هي تضاريسها صعبة إلى أقصى الحدود، لكنها السماء مفتوح، وهو ما يسهل عمليات قوات الأمن وقوات الحرس الوطني اللي دخلت في المواجهة. ثم لا ننسى الجاهزية الكبرى اللي عليها هذه الوحدة المختصة اللي هي مفخرة من مفاخر كل التونسيين، تضاهي جاهزيات أقوى الفرق المختصة في العالم. فهمتي؟ هذه الفرقة التي تناولت مثل هذه المواضيع ولا يمكن لها أن تتدخل في كل المواضيع، فهمتي؟ نظرا لخصوصيتها ولطبيعة العمل بتاعها، أعطت نجاحها القصوى لمثل هذه العمليات. تواجد الإرهابي في قفصة هو حديث، عكس الشعامبي أو عكس مناطق جبل الخضير اللي استوطن فيها الإرهاب منذ أمد وعشعش فيها والقى إلى نفسه وجعل إلى نفسه أفكار اللي خلاته ياخذ السبق على قوات الأمن والجيش. هو جاء متأخر، راهو في وقت ما ندخلوا حالة حرب الهند العسكرية تدخل عندها مهام في صلب الخدمات التي تحمي البلاد على الواء مجهولة. الهندسة العسكرية التوانسة كل ولاو لهم خبراء عسكريين وخبراء أمنيين، هذا يراو صفادي سوا، هذا يراو بطبيعة الأحن نحد الضرر ونشوف من هنا يأتي الضرر. ثم هنالك نقاط تراقب بالحضور البشري وهنالك نقاط لا يمكن مراقبتها، راو هذا من مهام الجيش والهندسة العسكرية جعلت لهذا وأقيمت وأدخلت في التركيبة الهيكلية للجيش للقيام بمثل هذه العمليات الحربية العسكرية. وحنا نعرف أن ليبيا راهي اليوم تعيش حرب وأكثر من حرب، لهذا ماذا بينا كل حد يتلهب روحه ويتلهب خصوصيته ويتلهب شؤونه، لأنه هذا راهو من قبيل الحاصل، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بعد إجراء اختبارات ميدانية وبعد معرفة الواقع الميداني اللي يتطلب مثل هذه الأعمال. مش حيث برلين ولا الذي أقام، هو حواجز طبيعية، حواجز اصطناعية تقوم بها الهندسة العسكرية حسب طبيعة الميدان وحسب كل نقطة. غافل كل إنسان يقول وأنه ليس هنالك ثغرات وليس هنالك سلبيات، أكيد وأنه اليوم على مستوى المنظومة الأمنية نعاني تراكمات العاد الأربع سنوات اللي مرت، فهمتني؟ ما نش باش نرجعوا وأنا أقول ما هي الأسباب والمسببات التي أدت إلى هذا الوهن في العمل الأمني، لأنه الناس كل تعرفها وتكلمنا عليها برشا والناس كل ولات على بينة منها، لكن لا فايدة للعودة إليها. أنا نقول طواطة هذا مستبعد جدا، واللي نقلته أونفوي سبيسال استغلته بعض الأطراف لتلمح أو لتعطي صورة معاكسة حتى لما يقصده برنامج أونفوي سبيسال. نحتاج كل احتياط من التركيب ومن الإشاعة، رأي سلاح يعتمد الإرهاب دون بكيفية كبيرة لنشر ما يسبون إليه، لخلق عدم توازن في المجتمع وقلة ثقة في الإجراءات التخذها الدولة. لكن لا يمنع وأن هنالك سلبيات على مستوى وزارة الداخلية، ووزارة الداخلية مطالبة بتنظيف محيطها، لأنه ثم العديد من السلبيات على مستوى الأفراد، على مستوى القيادات، على مستوى المجموعات الأمنية التي تتطلب إجراءات حازمة. أظن وأن وزير الداخلية انطلق في هذا بخطى معينة، لكن يجب تدعيم ذلك. وزارة الداخلية فيها اليوم العديد من الاختراقات والعديد من السلبيات. بالنسبة للإرهاب المدن، راه الإرهاب لا زمن له ولا مكان له. الإرهاب راه اليوم قلنا يعيش بيننا بين ضلوعنا، يترصدنا في العديد من المواقع، وبالتالي هذا يتطلب حلقة استعلامات كبيرة وكبيرة جدا، حلقة استعلامات ممتدة وواسعة حتى نتصدى لهذا الداء، لأنه السلاح الأول للقضاء على الإرهاب، وأقولها راو سلاح تقليدي، هو الاستعلام والسبق المعلوماتي، لأنه إذا كان وقع الالتحام وارتبط الحابل بالنابل راو ثم ضرر يحصل لهذا أو لذاك. على مستوى تغيير الإطارات، أنا أقول ليست العبرة بتغيير الإطارات بقدر ما إيجاد موقع للكفاءات، بقدر ما تتلاحم، بقدر ما فرض الانضباط داخل المؤسسة، بقدر ما نسعى إلى القيام بمجهود إضافي على كل المستويات والالتفاف حول المؤسسة، واللي ماهوش قادر باش يأدي الدورة بتاعه عنده مواقع أخرى نجم يكون متواجد فيها. الضربة يلزمنا ننتظر ضربات،
احنا في حاله حرب، والمحيط الاقليمي بتاعنا متعفن وحزانه. دوله لا يرتبط الامن القومي وترتبط الروابط الاجتماعيه بين الطرفين بكيفيه اكثر من كل الدول الاخرى المحيطه بها، وبالتالي راهو الخطر يداهمنا والخطر حولنا. الخطر هذا راهو لا يمكن منعه باي نتوقع منه نحد منه.